مساء الخير وأهلا بيكم في حلقة جديدة من برنامجنا منتهى الجمال ربنا سبحانه وتعالى من على الإنسان بنعم عظيمة جدا وكنوز وأسرار وهدايا من الطبيعة من ضمن الهدايا دي العطارة العطارة عارفين إنها بترجع لي آلاف السنين قبل الصيدلية وعرفت باسم الطب البديل طيب هل كل عطار عطار؟ لا طبعاً لازم العطار يكون شاطر ومتميز وعنده خبرة ولازم يكون ملم بكل أي حاجة جديدة في عالم العطارة يعني مثلاً العطار لازم في محل العطارة بتاعه لازم يكون عنده منتجات عالية الجودة تاني حاجة لازم يكون عنده دراية بازاي يحتفظ بالمنتجات عالية الجودة دي يعني مثلاً يحفظها من التلف وما تفسدش ما تبصش التاريخ بتاع الصلاحية وكمان الشطارة إن إحنا عارفين طبعا المنتجات في العطارة بتبقى لها كل حاجة لها ريحة معينة روائح مميزة يعني مثلا ما نلاقيش الكركه دي كرف عليه اليانسون ونيجي نشرب اليانسون نلاقي طعمه الكمون والصابون دخل على الكركم لا طبعا العطار الشاطر يقدر يحافظ على كل ريحه تبقى زي ما هي تالت حاجه في العطار المتميز ان هو يقدر يجيب المقادير بتاعه الاعشاب بمقادير طبعا معينه ويحط مثلا الاعشاب دي على الاعشاب دي ويطلع لنا حاجه مفيده لينا على سبيل المثال ولا الحصر ان مثلا مقدار من الزنجبيل مع مقدار من القرفه نقدر نستخدمها لعمليه التخسيس طبعا الامثله كتير جدا وهنستفيد كتير جدا 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 في حلقات عن العطاره حلقه النهارده هتكون عن الشعر احنا عارفين طبعا ان الشعر ليه اهميه جدا في حياتنا يعني مثلا هو تاج المراه لا وكمان الرجاله بقت بتسال عن الشعر الشعر بيدينا شكل مختلف. ومشاكله كتير واحنا النهارده في الحلقه هتكون مخصصه عن الشعر اسباب تساقطه وازاي نعالجه ونعمل ايه للاطاله وللكثافه آه النهارده بيشاركني في الحلقه ضيف مميز جدا قدر باسمه آه ان هو يكون براند يكون علامه مميزه في عالم العطاره المقر بتاعه في مطروح بس قدر من مطروح يوصل لجميع انحاء جمهوريه مصر العربيه يعني بمجرد ما بنطلب المنتج من اي مكان حتى لو اسوان حتى لو محافظات البحر الاحمر في خلال 24 ساعة بيكون المنتج عندك 100% مش كده وبس ده حصل المحل بتاعه على جوائز قيمة ان هو افضل محل اعتارة في جمهورية مصر العربية وكمان في الوطن العربي لان بيتعامل كمان مع بعض الدول العربية معانا ومعاكم النهارده الاستاذ شريف عكوش صاحب يا محلات وسهلاً. العمامي للعطاره برحب بحضرتك يا اهلا وسهلا يا استاذ غاده برحب بيكي وبرحب بكل القناه والاساتذه اللي فيها اللي من خلف الكاميرات واللي في السوديو اهلا وسهلا بحضرتك من منورنا وده مش اول لقاء ومش اخر لقاء احنا دايما بنحب نستفيد من خبرات حضرتك الطويله وتميزك وشطارتك في مجال العطار تحت امر حضرتك وتحت امر المشاهدين وانا يعني على اتم استعداد لتقديم كل ما هو مفيد في المجال دوت اهلا وسهلا وطبعا احنا مش هنقدم حاجه مفيده غير لما نكون حابينها تمام فاحنا حابين المجال المجال صحيح مش مجرد شغل وخلاص اكيد لا. طبعا عشان كده بيجي الابداع اللي بيتميز في حاجه لازم يكون حبيبها الاول صحيح فعلشان لو ما كانش حبيبها ما كانش هيبتكر وهيقدم أحسن المفيد ما عنده. والجميل فيها صحيح تمام بالنسبة بنتكلم طبعًا, الشعر. آه. آه. بنتكلم طبعا اه طبعا حاجات لي اسئله كتير تمام. عن موضوع الشعر تمام. ومن مصر ومن لبنان يعني في ناس منتظره موضوع الشعر ده لانه تمام. حساس قوي لان حضرتك عارف ان لما الشعر بيقع بيدينا منظر مختلف يعني ممكن يبان اكبر في السن أكيد. شكلنا مش حلو زي بالزبط. الاول فمبدئيا يعني كده قبل ما نبتدي خلينا نعرف ايه هي آه ايه هو اللي هي انواع الشعر ايه تمام طبعا الشعر معروف عند معظم السيدات او عند معظم الناس ان هو يعني موضوع ليه اهميه مش للسيدات بس كمان لمعظم الرجال يعني الشعر ليه اقسام ليه انواع الأنواع دي كل المتعارف عليها أو المشهور منها ثلاثة الشعر الجاف الشعر الدهني الشعر العادي لكن في نوع تاني الناس ما بتاخدش بالها منه زي ما في بشرة جافة بشرة دهنية بشرة عادية بيقولوا في بشرة مختلطة صحيح برضو في نوع رابع من أنواع الشعر اللي هو الشعر المختلط اللي هو بيجمع ما بين الجاف والدهني والعادي. دي انواع انواع الشعر. طبعا انواع الشعر ممكن تكون في البلد الواحدة، في البيئة الواحدة، في القارة الأفريقية، في القارة الآسيوية، في القارة الأوروبية. فالقارات الثلاثة بيبقى الشعر شعر الشعوب متقسم التقسيمات دي يعني نفهم من كده ان المكان والبلد والقارة ب... بت... بتاثر على نوعيه الشعر العوامل البيئيه كمان البيئية. الظروف المحيطه كل حتى طبعا أوه. لان الشعر زي ما هو ليه انواع كمان بيبقى متعلق بعوامل اما ان هي تكون عوامل وراثيه او تكون عوامل غذائيه او لو في حصل مثلا مشكله فيه ممكن تكون متعلقه لعوامل وراثيه ده في بعض الاحيان وان شاء الله كل المشاكل هيكون ليها حلول الحمد معنا. لله لحسن الناس الشعر ده مش عايز اقول لحضرتك يعني موضوع حساس جدا بيتدفع فيه فلوس كتير اكيد ويقول لك ما فيش نتيجه في الاخر تمام هو عايزين نعرف كمان الامراض يعني هل الشعر زي ما حضرتك قلت زي يعني ليه زي كائن حي كده بز... بالنسبه أوه. بالنسبه أوه. إيه للشعر زي ما هو ليه انواع قبل ما ادخل في أوه. في الامراض سريعا أوه. أوه. هستعرض الانواع تاني تمام. اللي هو الجاف والدهني والعادي والمختلط مختلط. تمام مهم جدا مهم جدا قبل ما ادخل واتكلم واعرف المشاهدين ايه المرض لازم اقول لهم قبل ما تسالوا ايه المرض اعرفوا نوع الشعر. ايوه عايزين نعرف ازاي اعرف نوع شعري؟ نوع الشعر نعرفه ازاي؟ في طريقه سهله جدا 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 لمعرفه النوع. لو ما كانش المعرفه بتكون من الملامسه، ملامسه الايد للشعر. لو احنا من غير كريمات ومن غير زيوت حطينا ايدينا على شعرنا كده في بعض الاوقات بيكون الشعر بيفرز زي ماده دهنيه. دي بتبقى طالعه من الفروه، فروه الراس. في الحاله دي بيكون الشعر دوت شعر دهني، لو كانت بكثافه. لو كانت الـ الـ الماده دي مش موجوده منعدمه بيكون الشعر دوت مش متاثر باي زيوت تتحط عليه بيكون الشعر في الحاله دي شعر جاف يعني زي ما نقول مزيت كده الشعر في لو مزيت قوي ده الدهني لو مزيت قوي كريم ده تمام ده الدهني م. لكن لو الشعر الماده اللي فيه دي خفيفه مش مش ظاهره او مش عامله لمعه قدام اللي شايفها يبقى الشعر هنا نقدر نقول ان هو شعر آه عادي عادي تمام لو الشعر دوت جاف يعني المادة دي منعدمة، المادة الدهنية اللي بتفرزها الفروة، يبقى هنا الشعر هنقول عليه جاف. في الحالة دي هنقول عليه يبقى هايش بقى كده و... بالنسبة للأمراض بقى، الأمراض والأعراض اللي هي على الشعر في يعني في غالب الأوقات يعني في معظم الأحيان ما بتكونش هي في الشعر ذات نفسه. إحنا إيه بقى. نرجع للجذور الأساسية. اه السبب الرئيسي بالظبط احنا علشان نعالج المشكله لازم نعرف السبب. السبب نحدد المشكله ونعرف سببها ايه وبعدين نستعرض العلاج لما يكون مثلا الشعر عندي بيسقط وهو دهني هيكون علاجه غير لما يكون شعر بيسقط وهو جاف او عادي ازاي بقى نخلي بالنا إزاي؟ ليه بقى أوه. لان التركيبه هتختلف من نوع لنوع حتى احنا بنشوف في الشركات العالمية اللي هي بتصنع الزيوت أو مستحضرات التجميل اللي بتهتم بالمجال دوت بيحدد على الإزازة بتاعت الزيت أو الشامبو أو البلسم بيكتب للشعر العادي للشعر الجاف للشعر الدهني هو في الأصل عايز يعالج المشكلة بس مش عايز يعالج المشكلة الواحدة بحاجة مش عايز يعالج مشاكل الأنواع كلها بحاجة واحدة تمام. ما ينفعش كده إحنا هنعالج حاجة وهنبوظ حاجة يعني لو الشعر على سبيل المثال جاف وبيسقط وانا اعرف ان على سبيل المثال من الحاجات اللي هي بتدخل في التركيبات الصبار ومش هنقول زيت الصبار عشان برضو الهلام يعني ايوه لان ما فيش حاجه اسمها زيت صبار دائما الناس يعني دارج عليهم دارج على السنه بعض الناس زيت جرجير زيت حبه البركه زيت خروع زيت لوز زيت سمسم ماشي دي كلها زيوت لكن لما نيجي عند الصبار صبار بالزيت اللي بس مش زيت, زيت. صبار مفيش حاجة اسمها زيت صبار الهلام بقى اللي هو بيطلع هولام. من النبات هو هلام هلام واللي, واللي بيتصنع منه الجل أوه. واللي بيبقى على جي. شكل مائي بس في ملمسه هلامي ده مش هينفع ادخله في التركيبة اللي هي هتعالج تساقط الشعر الجاف أوه. لان هو هيجي على الشعر الجاف وهيزيده جفاف أوه. تمام بالنسبة لعلاج الشعر الدهني هيكون برضو مختلف في طريقه علاجه عن الشعر الجاف لو انا هحط الزيوت اللي هي مدهننه او فيها نسبه دهون عاليه زي الدهون كده اللي هي مختلطه والشعر في حد ذاته هيكون دهني كده هن... البصيلة مش هتمتص مش هتستفيد باكبر بالزيت. قدر ممكن لانه بالظبط فهنقول تركيبه غير التركيبه اللي هي كل حاجه مختلفه يعني دقه الشعر الشعر العادي بالمناسبه بيعد من افضل انواع الشعر مريح ده بالظبط ده اللي مفيش مشاكل كتير فيه وبيستجيب مع العلاج بسرعه يعني ممكن واحده تقول انا استخدمت حاجات كتير ما جابتش معايا نتيجه لان هي قالت عايزه حاجه للتساقط بس هي المفروض تحدد نوع المشكله وبعدين على فكره انا ممكن افاجئ المشاهدين دلوقتي بحاجه غريبه شويه ايه بقى؟ يعني احنا عايزين اللي حاجه عجيبه بالظبط كده إيه؟ الناس فاكره ان علاج تساقط الشعر يكون موضعي لا علاج تساقط الشعر ما يكونش موضعي بس مش باستخدام زي الزيوت يعني والخلطات والتركيبات والوصفات حمام زيت كده كل ده مطلوب وكل ده اساسي في علاجنا للتساقط والكلام ده ولكن في حاجه مهمه جدا 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 ان احنا يعني عايزين نركز عليها اه تساقط الشعر بيختلف من سببه من واحده للتانيه ممكن واحده تكون مثلا اه أنسة عندها مشكله التساقط اه نتيجه اه انيميا آه. ضعف عام اه والقلق برضو نقص في الفيتامينات فبنقول لها لا في حاجه بقى تشربيها تاخد بقى فيتامينات معينه مثلا تاخد مورينجا على سبيل آه. المثال دي بيبقى فيها فيتامينات آه. وحديد وتعالج تركز الأنميا. على الجزر في فيتامين ايه في الاكل تستخدم تركز على الاوميجا بتاعه الاسماك علشان خاطر التساقط يتعالج, يتعالج بشكل تنخلية. كده داخلي الاول أوه. تمام وبعدين الش... الحاجه الموضعيه دي سهله جدا بس انا دايما ارجع واقول في الاساس الصحه العامه وضعف الانيميا هو بيكون سبب ده من ضمن الاسباب في سبب تاني ممكن يكون عند السيدات في اثناء فتره الحمل او الرضاعه الشعر بيسقط الهرمونات بطريقه بالظبط بيسقط الشعر بطريقه اكتر من الطبيعي اكتر من من المعتاد فاحنا في كل مرحله او في كل مشكله بنحدد نوع بنحدد معين السبب من علشان نقدر حضرتك تدى العلاج المناسب بالزبط. اللي يجيب نتيجه بقى فعاله في نصايح سريعا كده هنستعرضها زي م. على سبيل المثال احنا لما بنستخدم مشط للتسريح في الغالب بنسرح بالمشط البلاستيك المشط البلاستيك بيكون يعني سبب من اسباب تساقط الشعر في بعض الاحيان لو كانت فتحاته ضيقه زي التجربه اللي كنا بنعملها زمان في المدرسه القلم واصايص الورق ولما آه نعمل احتكاك في الفروه أيوة عشان بيعمل شحنه مغناطيسيه ايوه صحيح ويلزق نفس الموضوع بتلزق. بيحصل أم. في الشعر مع الاحتكاك الشديد بتاع المشط بيخلق اللي آه هي شحنه كهربائيه بالظبط فانا أم. بنصح ان يكون التسليك في المراحل الاوليه اللي الشعر بمشط خشب أم. لان هو اللي مش هيولد شحنات معلش يا استاذ انا مجربين فعلا انا يعني عن نفسي قالوا لي كده وقلت فعلا ونزلت اشتريت بقى المشط الخشب وفرحانه بيه وجيت اول ما جيت كده حسيته مش زي التاني ما احنا لسه ما كملناش كده يدخل كده في تمام؟ الشعر الحل موجود <applause> ايه بقى؟ الحل. الحل هنشتري المشط الخشب آه. هتكون فتحاته متسعه برضه دي ملحوظه تمام <applause> <applause> وهيترطب باي ماده مرطبه فازلين فازلين الطب على سبيل حلو المثال. قوي ده بالظبط طب خلاص هجرب الموضوع ده النهارده والموضوع وهيكون ناجح ان شاء الله ماشي تمام بالنسبه للحاجه الثانيه اللي احنا عايزين نتكلم عليها في موضوع علاج الشعر او معرفه السبب من ضمن الاسباب بيكون تراكم المواد او الادوات اللي بيكون فيها المواد اللي بيكون فيها تركيبات كيميائيه عاليه غير متوافقه مع البصيله اللي موجوده في شعر حد معين. ده ايه اللي يعني الشامبوهات مثلا؟ على سبيل المثال بعض انواع الشامبوهات بيكون أوه. تركيز ماده كيميائيه معينه أوه. على بشره حساسه او على فروه حساسه ده بيعمل تساقط. عشان كده انا بقول المفروض ان احنا نعرف نوع الفروه بتاعتنا قبل آه ما نشتريها قبل نشتري ما نعمل اي حاجه مع... طبعا دي للتواصل اه للتواصل هم. مع محلات العمامي العطاره الارقام كلها محطوطه على الشاشه وكمان على صفحه الفيسبوك آه طيب احنا عايزين بقى نستعرض اللي هو احنا قلنا ازاي بقى نعالج الحاجات في الصور عايزين تمام. نستعرض صور في حاجه بس بسيطه هضيفها للساده المشاهدين برضو علشان الفايده تعم الدهون اللي بتبقى زياده في فروه الراس دي احيانا بتسبب قشره والقشره دي مؤرقه جدا ومشكله جامده عند معظم الناس اكيد والقشره بتب... يعني بتعمل عامل نفسي بيعود بالسلب مش بالايجاب على الفرد ذات نفسه لما بيلاقي القشره بتتساقط منه على الملابس او بتبقى ملحوظه قدام الناس او حتى في التسريحه باينه على الشعر فاحنا بنقول لما الشعر يكون دهني زياده عن اللزوم يا جماعه مش اي تركيبه حتى لو كان بيسقط مش اي تركيبه هتمنع تساقطه تستخدمها لازم تركيبه لمنع تساقط الشعر الدهني أوه. تكون متلائمه متلق. مع الشعر الدهني علشان خاطر ما تزودش القشره لان هي ممكن تمنع التساقط بس تزود القشر وتجيب لي مشكله ثانيه يعني انا كده بعالج تاني. مشكله واخش في مشكله ثانيه زي ما قلنا اللي هيحصل او ممكن ايه اللي هيحصل في الشهر في الشعر اللي صحيح اللي الجاف كده تمام ماشي تمام, تمام. بالنسبة طيب عايزين بقى نشوف الحاجات في صور وعايزين فضل. نشوف حاجات بقى للعلاج يعني حضرتك بقى بتستخدمها يعني تمام. على الشاشه كده في ده ايه زيت الزيتون ده زيت الزيتون طبعا اه تمام وايه ثاني؟ ده بندلك بالشعر بالظبط وده؟ طبعا ده زيت الخروع اه زيت الخروع ده بقى معروف ان هو بيتقل الشعر زيت الخروع لتكثيف الشعر وعلى فكره مش شعر الرأس بس شعر الرموش والحواجب كمان اه تمام. تمام يبقى كمان للرموش والحواجب اهو تمام ايه ده بقى؟ احنا ممكن الشاشه لو مش واضحه بالنسبه لي مش واضحه نطلع يعني شو. و ده زيت اخضر كده ده ايه ده؟ ممكن بس نشوف الشاشه دي تركيبه من التركيبات اللي هي. عندنا اه تمام. تمام. ده ايه بقى؟ بالنسبه لده اكليل اكليل الجبل او الروز ماري اسمه روز ميري او اكليل الجبل او حصى لبان على فكره ده بنطحنه من ضمن تركيبه لعلاج قشره الشعر بس مش لوحده طبعا بيدخل معاه ظهره البابونج هنشوفها برده بيدخل معاه هي دي ظهره البابونج اه ده مع اه التركيبه بقى بالزبط. دي وصفة هتكون من اكليل الجبل اللي هو صورته شفناها وزهره البابونج وممكن نشوف ممكن نشوف بقى شوف حاجة تانية؟ تمام وده ورق السدر اه ورق نبات السدر او كده بيقولوا عليه ورق النب ده بيدخل من ضمن التركيبة أوه. تمام وده؟ تمام ده زيت زيت الارجان اسمه زيت أوه. الارجان المغربي بيدخل في طبعا وبيدخل في التصفيف والتنعيم واللمعان وده بيسموه الذهب السائل في المغرب واو. وده من يعني من افضل شكله كده بصراحه من أفضل الزيوت بيجيب اه ده بقى الهلام بتاع الصبار الصبار اه واضح اه واضح جدا الصبار اه وده ده طبعا زيت اللوز اه ده للتنعيم اسمع زيت اللوز بيكون للتنعيم وبرضه بيمنع التساقط وليه كمان استخداماته في البشره نبقى لما نتكلم آه البشره صحيح اه تمام ده زبده الشيا <applause> أيوة. زبده الشيا الافريقي دي ممتازه جدا 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 وعلى وبتضح. فكره احنا يعني موفرينها لان الشيء اساسي عندنا في تركيبات والوصفات اللي بنستخدمها للشعر تمام اه ما اسمع عنها زبده, زبدة الشيا الافريقي تمام جوز الهند ده جوز الهند طبعا تمام وزيت جوز الهند بالمناسبه يعني في زيت جوز هند بيقولوا عليه صناعي م. وفي زيت جوز هند طبيعي, طبيعي صناعي دوت بيكون مضاف اليه بعض الحاجات المرطبه زي الفازلين وكده علشان لو هيستخدم للشعر الجاف لكن الزيت الطبيعي لو حد جالي وشعره دهني وعنده مشكله في التساقط بستخدم له الزيت ده في التركيب طيب. كويس قوي ده, ده إيه؟ طبعا زيت حبه البركه أو. طبعا زيت حبه البركه دوت غذائي وكمان للتجميل يعني اه صحيح تمام وللمساج كويس تمام ده طبعا زيت جنين الامه وبيدخل في وصفات التنعيم والتصفيف واللمعان تمام تمام إيه كمان ده زيت الزيتون, الزيتون خلاص احنا, احنا قلناه تمام. خلاص تمام طيب كده خلاص تمام. اه كده خلاص شكرا كويس. اه خلاص كده تمام طيب عايزين بقى ايه نصايح كده تمام على آه على الشعر اللي هو مثلا اللي هي الاطاله يعني دايما البنات يقولوا احنا عاوزين نطول شعرنا تمام. عايزين شعرنا طويل برضه نفس الإطالة. اللي انا قلته نفس أوه. اللي انا قلته في موضوع علاج التساقط وازاي ان احنا ما نستخدمش حاجه لعلاج التساقط تكون للدهني والجاف والعادي ده مش في، مش في كل الاحيان مثلا بيقولوا كده. ايه الشعر ما بيطولش تمام نفس الموضوع في م. موضوع الاطاله م. يعني برضه لو الشعر جاف مش هنستخدم اي حاجه تطوله يعني على سبيل المثال زيت الخروع لو انا حطيته للشعر الجاف هيطول بس ما ينفعش احط زيت الخروع لوحده تمام لازم لازما اضيف مع زيت الأرجان تمام او زيت جنين القمح ومعاهم زيت السمسم تمام تمام يعني تمام يعني دلوقتي آه لو كان نعم الشعر لو كان الشعر دهني بنقلل الحاجات اللي فيها نسبة دهون في بعض الزيوت اللي بتستخدم في الوصفات وبعوضها بحاجه تانية ما فيهاش دهون كتير دهون كتير عشان علشان بت... ما تاثرش على شعرهم بعد كده ما نخليهوش يطول ويعمل قشره اه ويعمل قشره وندخل في مشكله تانية ونفس طيب الموضوع في الشعر العادي والمختلط بس الشعر العادي والمختلط ممكن نستخدم لهم يعني التركيبه اللي تمشي مع كله مع الجاف والدوني والعادي كويس قوي طيب حضرتك بقى في في المحل عند حضرتك هل في التركيبات دي بتبقى جاهزه ولا على حسب ما حد يطلب من حضرتك المف... ال... من المفترض أوه ان ان احنا بنسمع المشكله ونعرف نوع الشعر وندي التركيبه اه يعني بيجي على يقول اساس إيه ما سمعنا وده الافضل تساله بقى وده الافضل ايه مثلا عندك تصدق. ايه المشكله وكمان حتى يعني عن طريق الاتصال م. احنا بنعرف ايه المشكله ونوع الشعر جاف ولا دهني ولا عادي علشان نعمل التركيبه اللي تناسب تمام طيب م. احنا عايزين نعرف برضو بالمره كده عشان الاسئله كتير انا عارفه اه اللي هو موضوع القرنفل للشيب تمام يعني ناخد الموضوع ده برضو اعتبار من هو بالنسبه شيب. بالنسبه للقرنفل اه او الشيب يعني ازاي اه حاجات طبيعيه للشيب بالنسبه بالنسبه للشيب في حاجات كتير اه للشيب في فيتامين اي من الحاجات المهمه جدا من العناصر المهمه دي جدا الكبسولات الكبسولات بتاعت فيتامين اي بنجيبها من, من اه بالزبط. تمام ولو لو فيه الفيتامين اي سائل بدون كبسولات تمام ويضاف على الفازلين وبنحط معاه زيت العفص وزيت القرنفل بس يكون العلاج مع الوقت المتاح يعني المفروض احنا ما نستعجلش لان ده كرس. بياخد وقت يعني اه طبعا دايما على فكره اسمع الموضوع الشعر بياخد وقت و... وده طبيعي من غير صبغه ومن غير اي يعني حاجة. يعني شهر شهر ونص بتختلف من فرد للتاني اه على حساب بالظبط على حسب طب وهل نسبة الشيب يعني لو كانت كتيرة غير شعرتين ثلاثة؟ اكيد طبعا لو 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 النسبة كثيرة بتاخد وقت أطول لو قليلة بتاخد وقت أقل طيب احنا عايزين بقى نصيحة كده من غير صبغة ولا حاجة طيب احنا عايزين بقى نصيحة كده للأستاذ شريف للمشاهدين طيب للشعر بشكل عام تمام للشعر بشكل عام آه آه يا ريت يا جماعة احنا ما نستهونش بموضوع حتى المية اللي بنغسل بيها الشعر لازم نعرف ونعمل وناخد في الحسبان ان الميه لو فيها نسبه ملوحه عاليه وده طبعا بيكون يعني الكلام دوت بيختلف من بيئه للتانيه في ميه بتكون عذبه عزوبة الميه بتكون عامل اساسي ان الشعر يبقى على طبيعته تمام ما حصلش فيه اي مشكله اما لو الشعر هيكون على سبيل المثال آه هنغسله بميه فيها نسبه ملوحه واكيد الناس اصحاب المجتمعات اللي هم عايشين فيها عارفين الميه بتاعتهم فيها, فيها نسبه آه ملوحه عاليه ولا لا كويسه ولا لا, لا. صحيح بيبان يعني لان في بلاد وبلاد ومدن ومدن حتى في البلد الكبيره الواحدة بالظبط فده بيعود طبعا بالسلب على على الشعر غير كده احنا موضوع غسيل الشعر المتكرر احيانا بيكون عامل من عوامل او سبب اضغط. من اسباب التساقط ده مش في, مش في كل طب الاوقات مثاليا اغسل شعرك مره يعني المر. انا على سبيل المثال هو أوه. العنايه بالشعر مطلوبه أوه. آه نظافه فروه الراس اول باول مطلوبه لكن احنا مش هنقول كل شويه نقوم نغسل شعرنا بالشامبو ده طب ايه نغسل قبل ما نختم كده نغسل آه شعرنا كم مره؟ بالنسبه للشعر المفروض يعني مرتين ثلاثه في الاسبوع واستخدام الزيوت اللي احنا ذكرناها كلها بتكون أوه. عباره عن حمام زيت معظمها وما بيكونش من حمام زيت ساعتين ولا ثلاثه لا ده بيكون من بالليل لثاني يوم الصبح بقى وبنحط بقى زيت وبنحط بني حمام علشان خاطر ننشط الدوره الدمويه في الفروه أوه. لان تنشيط الدوره الدمويه بيعيد نمو الاماكن الضعيفه أوه. يعني, يعني بيساهم نوع من دي. انواع العين. بالضبط فدي حاجات يعني سريعا كده نصايح للساده المشاهدين سريعا خلاص احنا طبعا بنشكر حضرتك شكرا جزيلا يا وبنبقى سعداء جدا وبيشرفنا دايما وجودك معنا تحت ان شاء الله حضرتك يكون في حلقات قادمه ان شاء الله باذن الله شكرا جزيلا طبعا شعرنا ده اهم حاجه شعرنا عنواننا عنوان جمالنا بيأثر جدا في الحاله النفسيه ما نستناش لحد ما شعرنا يقع ونبقى مثلا من غير شعر خالص ونبدا ندور نعمل ايه ومش عارف ايه وزي ما استاذ شريف كده قال الحاجات دي بتاخد وقت فاحنا من اولها نسمع النصايح اللي احنا قلناها في الحلقه ازاي نعتني بشعرنا ما نضرهوش وازاي نغسله ازاي وحمامات الزيت والعنايه بالشعر واللي عندنا امراض نعالجها بشكركم شكرا جزيلا واشوفكم في حلقه قادمه الى اللقاء